Hello, my name is Mohammed Saman Haider, and this is the third workshop session. كنا فتحين البروجكت. All good? Hey. Okay. افتح الفون. Respective. كم مرة عامله؟ اخ جت الباك جراوند كرمال وين هو البلو برنت تبعوا له؟ ما احنا خلقت هلا بروجيش ما بدك تخلق البلو برنت تبعوا له لحتى تبين اورثوغرافيك اوكي نعمل بلو برنت بون ولا كاركتر؟ كاركتر بدك لا بدك تفتش على كاركتر بيبر كاركتر اذا ذاكر ايه يلا ماشي Should add a new component, but some sprite monitor. Currently being played. جربي سكري كلهم وافتحي بس لهيدا بليز اوكي كلهم هدول البروجيكتس اللي فتحتيهم ان ذا باك جراوند سكريهم كلهم وافتحي هيدا بس بليز اوكي ماشي خلينا ننطر 5 دقائق بس لحتى نلحق كلنا مع بعض اوكي مش الحال يلا فت عملت هيدا بس خذ البروجكت من حدا ماشي من عنده مين ماشي عنده كل شيء فيكتور عنده ماشي كل شيء معك يو اس بي معك يو اس بي حدا معه يو اس بي بيقدر يعيرنا اياه بس شو ماشي ما سمعت السؤال بس بدي اعطيه البروجكت فايلز مشي حالهم بركي ما عملت اللوك اب إذا بدك نبش عبد يعني أنا أي حافت بس لازم شيء في يو اس بي هون ما بعرف إذا هيدا لك مشكوكة ولا لا لا في البروجكت شغال عندك ماشي كل شيء اوكي خلص ماشي الحال لكم ثانك يو نعم كل البروجكت وين هو وين حطيته ما بعمل شيء عملت بروجكت شيء سيتنجز او شيء بشوف بتذكر لا لا سيف اوكي سيف بروبلي عند الدستور لا لا نو مش لازم يكون بالدستور
اوكي لكن ماي دوكيومنتس شو اسمه؟ ايه بالماي دوكيومنتس بروجكت بيخلق فولدر. كيف افتح ماي دوكيومنتس هون؟ احول هون تحت. اي واحد ورك شوب له اوكي كابيت و اوكي بالمين بروجكت مش بالليفل قبل مش هيك عم بغلبت في شغلات بعدك ما عملتي لها سيتنجز بلوبرينتس ناقصه عندك الجيم مود مزبوط مزبوط بس اصلا تحطه مش اكثر لازم نحط جيم مود قبل ما نحط الكاركتر ما بتحطي الكاركتر هو ال ال عم تشتغلي بدون ماوس؟ ما أعرف بدك تلاقي ماوس ما حدا ساعدك بدون ماوس كيفك في شوب او انا مشوي بكثير سؤال كيف ندور الاي سي جوا سو اللي حنعمله هلا اليوم حنعمل الجامب وحنعمل سويتشينج بتوين انيميشنز حنعمل حنخلي البلاتفورم تبعولنا تطلع وتنزل حتى ننط عليها واذا لحقنا بتقتلنا اوكي مش الحال اوكي هذا اللي كان عنا اياه هذيك المره اوكي سو اول شيء حنعمله هلا هو خلينا نزيد الجامبينج اوكي بالسبيس سو مثل هذيك المره بنفوت على الاديت بروجكت سيتنجز انبوت وهالمره بدل اكسس مابينج اكشن مابينجز add an action mapping سميها jump okay and we're gonna bind it to the keyboard spacebar okay and that's it قبل ما بلش كمان so إذا ما عم تلحقوا أو في شيء مضيعينه أنا basically عم بلحق tutorial موجود online إذا بدكم تعيدوا كل شيء وتفهموا أكثر موجود كل شيء أونلاين المبدأ منه إنه it's a good base لنبلش لبعدين إذا بدنا نعمل رح نعمل workshops أكثر
the plan is for us to publish our own game on the Play Store on the marketplace. A mobile game, a 2D platformer. So هنخلص اليوم وهنحضر اكتر يمكن بعد جمعتين ثلاثة حيصير في workshop تاني بنقعد قبلها كمان بنهار وبنقرر كلنا شو حتكون الجيم. اوكي؟ وبنصير حنتناقش حيصير في مثل جروب ديسكشن بنقرر شو الفيل تبعو الجيم شو مبدأها كيف الجرافيكس حيكونوا وهيك شغلات. اوكي؟ So iteratively we're gonna grow the game until it becomes a full fledged we'll publish it. So it's going to be the entire process. Okay? So هيدي أول خطوة just to get the basics. Okay? وبعدين نحن حنبلش نخترع الأسيتس تبعولنا، الكنترولرز تبعولنا، كل شيء. Okay? So عملنا هالشيء نسكر بنرجع بنفوت على السيف. Okay? على الإيفنت جراف. So الجامب is an event. Okay, اللي عملناه it's an event. So بدنا نفتش عليه. We right click and we search for jump. Okay? And بالانبوت action events لازم تلاقوا jump. Okay? So hey. لا sorry. Where is it? نعم؟ no. Is this it? Sec. Is it? Okay. I'm dying. Okay. Compile. When I jump, I need to jump. So the character has something called, مثل ما شفنا ديك مرة, character movement. And this script, this class, has a lot of functionality baked into it, built into it. Menun and walking. الموفمنت الفولينج سويمينج فلاينج وكمان الجامبينج اذا في شغلات ذاتس سنترد اراوند ذاتس سبيسيفيك تو جامبينج فولينج سو بيسيكلي وي كان ريفرنس ذيز بروبرتيز بقلب الايفنت جراف تبعولنا اند اتس فيري سمبل وين اي بريس جامب وين اي بريس باك سبيس سبيس بار I need to jump. So إذا بس تفتش على jump لازم تلاقوا function character jump بالpawn. Okay? And this should be it. A target who is self. So if I compile and save and I play, see? I jump. And the cool thing about this is that I can control a lot of the properties of my jump through this character movement. Script that's attached to my sprite. لأنه ذاكرين لما خلقنا ال blueprint class وفتنا character paper character هذا ال paper character بيجي بقلبه a few stock things. Okay. بيجي فيه ال capsule بيجي فيه الارو كومبوننت لحتى الدايركشن نعرف وين عم يطلع السبرايت لانه اتس ا بيبر كاركتر والكاركتر موفمنت سو هذول بيجوا ستوك اوكي سو حمحي هالشيء فورست ديليت اوكي اند يب هيدي هي اوكي سو اذا بيجي وبروح على الكاركتر موفمنت اند اي جو تو ذس جامبينج فولينج سكشن A jump Z velocity, 420. طب إذا كبرت خلينا نشوف شو بيصير. 1000. Compile and save. And play. لاحظوا قويت شوي النطة، قويت كثير النطة. اوكي؟ بس كمان ما عندي كثير كنترول لما ينط. سوري ما لازم. هلا بشيله. اوكي؟ سو خلينا نشوف إذا في اتحكم شوي بال air control. عندي شيء اسمه air control. سو إذا بعلي air control خلينا نحطها مثلا 5. اوكي؟ I want to compile. Okay. لاحظوا صار في عندي a lot more control while he's in the air. Okay. نعم. Sorry. We're giving class. Yes. Okay. نعم. شو هو؟ show you the blueprints. Okay. Event graph. Input, أول شيء تأكد أنك عملت الـ action mapping
بالانبوت حطيتها على السبيس بار. ها مش الحال عم بينط. اوكي cool. Very good. اوكي سو هلا نعم بطل بده يمشي. شو هلا ما عم بينط ولا عم يمشي؟ ليه ما عملت كوبي للبروجكت؟ ها انت اي فيرجن عندك؟ 4.8.1. طيب عم تعمل سيف؟ عملت كومبايل؟ رو ليه عم بتحط نسيف بالليفل؟ لازم هو يخلق لحاله. هلا بنرجع نشوفه بعدين. اوكي 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 سو هلا بدنا نعمل interpolation بين الانيميشنز. سو لما يمشي لازم تغير الانيميشن تبعيته. بس اول شيء خلينا نعمل انه يعمل روتيت. سو لما اروح left or right the pawn rotates. اوكي سو اللي بدي اعمله اول شيء هو انه I am going to compare a float. اوكي a float is a decimal. Yes. Okay. So as one can 5.6, 4.8, that's a float. Okay. It's a number. Okay. And what I'm going to do is I'm going to compare a float. As a zekrin, لما أنا بالmapping تبعولي input. Yes. Okay. بالmove left and right. D 1 will A 1.0 will A minus 1.0. So اللي هعمله هو إنه لما امشي when the event A and D trigger اول شيء حيمشي انا هلا عم بيمشي الكاركتر it's moving. اوكي okay. اللي بعدين حاعمله هلا هو I'm going to compare اذا الموفمنت اللي عم بيصير scale هو 1 او minus 1. اوكي okay. اذا 1 rotate هيك اذا minus 1 rotate هيك. so حسكر هالشيء. اوكي So, من الموفمنت هون من هيدي من الاكزيكيوتابل I'm going to drag out a pin and search for compare float. Okay? And so, executable input شو بتكون فيه compare with I am going to compare it with something. I need a value to compare it with. And the value is inherent in the access value. عارف كيف؟ الaccess value is this. هاي لانه حطيناه بالاكسس مابينجز. اوكي سو الاكسس فاليو هون. سو لما when I press D it's going to be 1 and when I press A it's going to be minus 1. اوكي اوكي بدنا نعمل هلا. اوكي ماشي هلا when it's more than 1 or 1 more than 1 I am going to get a controller. Okay. Okay. Get one from the control. نعم لا. Okay. Where is it? Sign it. لا مش اد كنترولر. anyway I have it here. بجرب اتذكر الشغلات. بلا اسمها جت كنترولر. اوكي غريب. ثاني سوري. يب اوكي ما في يطلع من الاكزيكيوتابل انا غبي. اوكي سو
الجيت كنترولر بتعطيني ان انستنس اوف ذا كاركتر اللي انا بدي اياه اللي انا عم بتحكم فيه اوكي ومن الريتيرن فاليو بدي اعمل سيت كنترول روتيشن اوكي بالبون اوكي سو التارجت از ذا كنترولر هو البون تبعه له ومن الاكزكيوتبل عم بعمل شو اسمه من الاكزكيوتبل عم بوصلها على السيت كنترول روتيشن اوكي اوكي وهلا اوكي وصلتها على روتيشن كنترولر هلا بدي احدد لها الفاليو بدي احدد الفاليو اوف ذا روتيشن ولاحظوا انه عندي هون نيو روتيشن او روتيتر سو اذا بمسك البن هون انا دراج ات اوت بيطلع لي ميك روتيشن اوكي وبيعطيني هون values so انا لما بدي اروح على الدي بدي اخليه مثل ما هو اوكي اتس اوريدي فيسينج رايت اوكي اذا انا عم ببص A بدي اياه يقلب so i do the same process اوكي هلا اذا اصغر اول شيء بجيب الكنترولر نفس الشيء اوكي و i drag a pin out فيكم كمان بكل بساطه اذا بدكم you can select all of these control c control v اوكي وحوصلها بالست كنترول روتيشن وهون على اليا which is the z اوكي it's going to be minus 180 degrees اوكي لا minus ايه minus 180 اوكي سو اذا هلا حاب اجرب هالشيء بعمل كومبايل اند سيف اوكي نعم بالقلب اوكي سو بيسيكلي هلا عم it's rotating اوكي ايه حدا كان بده المون ووك ايه هذيك مرة اوكي سو بيسيكلي بس بدنا نقلبها نعم نحو كت كنترولر ايه لانه مش من الاكزكيوتبل بدك تطلعه اوكي رايت كليك ايه جيت كنترولر احي يب اوكي ومن البن الزرقاء لا ما فيك اصلا لانه منه نفس اللون اوكي من الريتيرن فاليو بدك تحط بدك تجيب هيدي سيت كنترول روتيشن انا اليوم هيك وين صار يب بس لما جربها بالقلب عم يعمل اوكي كمان اوكي سو البيسيكلي اللي عم بيصير عندك هو خلينا نعمل ديمونستريشن للي عم بيصير عندك اوكي سو بس ذكرني باسمك بليز عند باسم عند باسم اللي عم بيصير هو the following اوكي حفرجيكم اوكي وين انهرت اوكي سو بيسيكلي عم يختفي الباك جراوند بس it's not actually disappearing What's happening is that نسي يشيل شغلة which is inherit your بالكاميرا settings okay so what's happening هو انه when the character is rotating the camera is rotating with him okay so عم نشوف الباكجراوند من ورا اللي هو ما في شيء نعم نعم yes okay اوكي خلينا نفرج شغله شوف اذا بيزبط هالشيء لا بده يرجع من هذا اوكي Yeah.
بس الفرق كان بس بيبر كاركتر بيبر كاركتر ثواني جبنا الجيت كنترول جيت كنترول روتيشن بس كيف من هون نفهم اوكي خلينا ارجع عيد وحوضح كم شغله كمان اوكي سو بيسكلي حارجع عيد البروسيس وحافسر لكم كم شغله خصهم بالبلو برينت اوكي سو بيسكلي انا اللي عندي اياه هو اذا ذاكرين الت وبتكبسوا على البن بتعمل ديسكونكت اوكي سو اول شيء اللي عملته هو انه اي كرييتد من الاكزكيوتبل بالاد موفمنت اوكي I dragged out and I created a compare float node. Okay. والvalue اللي حطيتها فيها هو الaccess value. Okay. ورجعت خلقت a get control node. Get controller. ومن ال return value خلقت a set control rotation. Okay. I right click on the new rotation هون sorry I drag out وبتطلع لي تحت اخر شيء a make rotation node اوكي وفيها بحط a value اوكي وبالexecutable تبعوا لي set control rotation which is responsible for rotating my character بحط ال value اوكي لاحظوا انه ما في حط الexecutable دغري بال target اوكي لانه it's اول شيء الكولر كود منهم مثل بعض اوكي سو موست اوف ذا تايمز ما فيكم توصلوا شغلتين غير لون اوكي ثاني شيء هيدي it's a reference to something it's not something that you're supposed to initiate okay it's usually a reference to a variable to something in your level okay بينما هيدي it's supposed to start something okay so حطيت هيدي هون And I'm going to do the same process here, okay? And I'm going to plug it in here, okay? And حامل اليو minus 180, okay? Compile and save, and play again, okay? ولا عم يقلب مزبط, okay? And I'm also jumping, and so هيدا platform, okay? Okay, so when it's bigger, لاحظ هون بال compare float, there's a greater and there's an equal. Okay, so if it's equal to something, بتعمل شيء تاني. Okay, so هلا اللي حنعمله هو إنه we actually need to switch between running and idling. Okay, because as it stands, this guy looks like he's He's walking on water or something. Okay, so let's. Okay. Let's disconnect. Let's go to the compare float. Disconnect the executable here. We'll disconnect the compare with here. Okay. خلينا نبعدهم شوي. Okay. خلينا نفكر بالموضوع. Okay. So شو لازم يصير؟ حدا يفسر لي شو لازم يصير هلا؟ لحتى نغير بين الانيميشنز شو يعني؟ key frame تصعبها كثير عم بتصعبها You compare the velocity if you're above the first certain speed you tell it between interpolate between the two animations itself tell it between بعدك عم تصعبها It's simpler than that فسر لي البروسيس لحتى تعمل الانيميشن شو هلا مثلا as it stands وين بتحطوا النودز تبعوا للسويتشنج تبعوا للانيميشنز
السون يب اكزاكتلي سو مش ضروري تعمل كمبير للفيلوسيتي مش ضروري تعمل كمبير للكي فريمز عارف كيف اتس سمبل وين ذا كاركتر موفز وين يو بريس ذا دي ان اي ويتش مينز ذا كاركتر از موفينج لانه وي هاف ان اد موفمنت انبوت هير اوكي سويتش اون ذا انيميشن اوكي سو اذا نروح لهون اند وي رايت كليك and we search for flipbook, we should get something. We should get something. Where is it? Okay. Play. Where is it? Play sprite. Nah. Oh, suck. لأنه هدول حاطينهم جديد قبل كان بدك تعمل process تاني. I think it's this one, no? Yeah, واحدة. Nope. Okay, anyway, كنت ذاكرها بس أحيي هون. Where is it? Set flipbook. Yep. بيضيعوا أمرار الأسامي تبعولهم. It's either play or set. Okay? So set flipbook. Okay? So. إذا نفتش على set flip book you should see it here هون yeah. The sprite okay and you should get these two things okay so what we're going to do هون and now we're going to select our running animation our running flip book and we're going to plug the executable of the add movement input into the set flip book node okay So, خلينا نشوف شو بيصير هون. Let's compile and save. And play. مظبوط. It starts off هيدا. Okay. So, شيلوا هالشي. اللي بدنا نعمله هو انه بدنا نحطهم على بعد الكمبير فلوت. Okay. خلينا نتأكد. Yep. بعدني ماني كتير متأكد ليه هيك عم بيصير بس بتصور it's something to do with paper 2D لأن it's not supposed to start أو إلا we're missing out on a detail اللي أنا بتصور أنا ناسي detail في مثل property عادة بتكون على النودز أو على الكاركتر اسمها play on start وأنا ما لها كتير منتبه له okay So, خلينا نفتش على هالشيء. خلينا نفتش على Anyway, نبحث فيها. Okay, so إذا بنروح على الإيفنت جراف. Okay, خلقنا السيت فليب بوك. Okay, وصلنا الإكزكيوتبل بالكمبير فلوت ورجعنا وصلنا الأكسس فاليو بالكمبير ويز مثل قبل. Okay, وهلا بالكمبير فلوت we set it to the set flip book. Okay, compile and save. And play. Huh. Okay. So هلا صار عم بيركض. Okay. Rotation. إيه لأنه شلنا عن الروتيشن. Okay. So كمان نفس الشيء بدنا نعمله ما فينا نوصلهم مع بعض. ليه ما فينا نوصلهم بنفس الفليب بوك نود؟ لأنه we have two different states. Okay. So we're going to copy this and paste it. نرجع نحطها هون اوكي اوكي وهلا من الفليب بوك وير جوينج تو جو اند وير از ات السيت كنترول روتيشن بنحطه على السيت كنترول روتيشن اوكي ونفس الشيء للي تحت اوكي كومبايل اند سيف اوكي اند بلاي
So when I turn, صار ما بيعمل الانيميشن. اوكي؟ نعم؟ يب حنرجع نعيده. اوكي؟ اوكي. حرجع عيده، حرجع عيده. اوكي؟ بس if it's بس ما هي it's an event it only starts when you press something. عارف كيف؟ يعني لاحظ input access so it's waiting for an input. No, but doesn't the access go from -1 to 0 to 1? Mm-hmm. Which means if there's no input it's a zero. So بس it doesn't start. It doesn't send that's a good point. حفرجيكم how do you debug your code? Because this is basically code. Okay? So إذا بتزيحوا شوي هيدا على جنب, okay, and you play your game, okay, ما في شيء هلا عم بيصير, okay, بس لاحظوا صار في مثل orange bar orange frame حوالي هالشيء. إذا بتروحوا على الجيم and you press D, نعم. اوكي سو خلينا نجرب عن حدا كمان ما عم بيصير شيء. سو بيسيكلي what's supposed to happen is لما تكبسوا A او D this initiates وبفرجيكم انه هيدي بتضوي وبفرجيكم كيف عم تمشي كيف عم يمشي كل شيء. اوكي هلا حنرجع نشوف حوصل كل شيء بعده وحرجع اجرب لانه this needs to be demonstrated بس ما كثير عارفين ليه هلا ما عم يبينوا هون. اوكي sometimes it's finicky like that. Just a sec. اوكي خلينا نكفي. اوكي سو وصلنا هلا هون على الكمبير فلوت. اوكي ثاني شيء بدنا نعمله انه ايذر كيس بدنا نوصلهم على فليب بوك هالفليب بوك. اوكي بنجي بنحط ذا ران انيميشن على هذا الفليب بوك. اوكي ومن الاكزكيوتبل تبعوا الفليب بوك بنوصلها على السيت كنترول روتيشن سوري. اوكي ونفس الشيء للي تحت كمان it's the same flip book مع نفس الران animation وبنوصلها بالset control rotation that's going to rotate our character in the opposite direction. Okay compile and save and play boom. Okay صار عم بيعمل rotate صار عم بيركض. Okay set flip book توصل الاكزكيوتبل توصله بالسيت كنترول روتيشن. اوكي خلينا نظبط شوي النوتس تبعولي. اوكي اذا بتحبوا كثير الترتيب وما بتحبوا انه هالشرايط طالعين فوق بعض فيكم تعملوا شغله فيكم يب ري راوت نودز. اوكي سو اذا مثلا فيكم تعملوا هيك ري راوت. اوكي شيلوا هالشيء بصير في it's something بخليكم تضبطوا البرزنتيشن لاير اوف يور اوف يور جراف. عرفتوا كيف لحتى ما يكون في كثير شرايط طالعه ونازله ما في فانكشناليتي فيها it just بخليكم تضبطوا اللاينز تبعولكم. اوكي ماشي هذا عنا اياه هيك هذا لازم يكون Okay. So what we're basically doing is visual coding. إذا ما لاحظتوا.
Okay? And it's pretty accessible and it's pretty fun. And you can experiment with it. You can prototype very quickly with these things. Okay? So when I play, you're good. بس أنا مشكلة. إيش هي؟ بس بتكون ضلوا عم يعملوا. إيه. أوكي. نعم؟ ريليس بتجمب مش هيك؟ ايه بس معنا اياه هون شو بدنا نعمل هلا؟ نرجع نحط يحول تترك المسج عشان يحول للايدل ايمتى؟ وقت تبطل الكابس فيك تعمل هالشيء فيك تعمل هالشيء على الايفنت تك في كمان فيك تعمل هالشيء يعني شوف ليش؟ كمان بدي فرجيكم ال وين اختفى هذا؟ اللي كمان فينا نعمله انه فينا نحط الايدل انيميشن على الايكوال اوكي سو وين اتس نايذر جريتر نور لاس اوكي فينا نقلب على الايدل انيميشن سو اذا بنجيب اذا بنروح على الايكوال ايكوال اوكي اند وي برانش اوت اند وي سيت فليب بوك كمان اوكي يب اوكي وهيدي بنحطها على الايدل اوكي كومبايل سيف اند بلاي سو هلا لما اركض وقف صار ايدل اركض وقف صار ايدل اوكي لما نط نعم اي نود اللي عملنا لها شو سيت فليب بوك نفس الزيت اللي حطيناها على الران والايدل الران يب نعم ايه هون بتحطي ايه وهون بتحدد اي فليب بوك بدك اوكي كومبايل اند سيف دائما كومبايل اند سيف اوكي نعم بدك تحطي الايدل بدك تحطي الايدل انيميشن وبضلها عارف كيف لانه اخر شيء كانت ستيت تبعولها هيك اوكي So this is working. ماشي حاله. Probably نطة شوي exaggerated. فينا نزيد a third animation actually. على jumping. Let's try to do that. يلا. Okay. So بال textures عنا character jumping. Okay. And it's a single frame. Okay. So we're gonna do the same process. We're going to right click, sprite actions, and extract sprites. Okay. And it's a single sprite. Okay? And extract. Okay? هي طلعوا اثنين. في شيء غلط بالتكستشر لانه. بس انه you're going to use only one sprite. نعم. Sorry? Where did you move the sprite? I didn't move it yet. Okay? بس بالtextures, character jumping, right click, sprite actions. And extract sprites. أو في كم create sprite بس ما نفس الشيء. يمكن يطلع لكم اثنين محو واحدة الفاضي طلع لك اثنين. إيه محيها إذا ما حد عوزة. Okay. Delete. And we're just going to use this one. Okay. And it's the only thing that we need لل jumping. It's a single frame. So نجيبها منحطها بال sprites. أنا أي واحد عند. Yep. Okay. Move. Okay. وحسميها jump underscore zero follow the same naming convention even though it's a single frame it's a good practice okay وكمان نفس الشيء right click create flipbook does it work on a single sprite خلينا نجرب مرة نجرب okay هادي شو flipbook حمحي الflipbook ما تعملوا الflipbook هلا خلينا على الجامب okay عنا هلا الجامب so basically بدنا عن basically عنا الكاركتر جمب
okay? Yeah. So when I jump, I want to switch the frame. So I have executable at jump. So خلينا نعمل نفس الشيء. من الاكزيكيوتبل بس بدل السيت فليب بوك هلا سيت سبرايت. خلينا نجرب. Is it possible? Set flip book sprite. ما بتصور حتزبط. لأنه it's only going to read flip books. Yes. بركي في حط السبرايت من هون. خلينا نجرب. No, it only takes us flip book. Okay, it makes sense, I guess. خلينا نروح شوي. Set active sprites. نعم. Okay. خلينا نجرب set active sprites. And it's good for you to get into the habit of experimenting, of trying new things. تقولوا أنا أوكي خلينا نجرب أشي خلينا نجرب أشي خلينا نجرب أشي. And that's how you learn. That's how you get familiar with Unreal. Okay. So set active sprite. خلينا نجرب. Sprite. Nope, ما هتزبط. Okay, so خلينا نعمل set. خلينا نروح على الايدل جمب. جمب عندي الفريم. Create flip book. حسميه flip book jump. كمان نفس الشيء مثل قبل. Okay, I'm going to move it into my flip books folder. Okay. And it's a single frame, so ما في animation. Okay. Basically, that's it. Save. وهلا من ال executable تبعو الجامب. Set flip book sprite. و flip book jump. Cool. Save. Compile and save and play. Your code. So I think it's colliding with. صاير في خبصة هون. ايه عم تخبص مع الايدل. خلينا نجرب هلا هيك. اوكي. اوكي. عم تخبص مع الايدل. خلينا نشوف كيف فينا نحل هالشغلة. اف. اف جامبينج. فكرة. اوكي. خلينا نشوف اذا هالشيء بيزبط. اوكي ميك شور ذات يو ستوب. اوكي. هلا هون عندي هيك بيعدهم عن بعض just to space things out على equal equal. خلينا نشوف بدنا نعمل condition. If it's jumping بدنا ال jump animation. اوكي ايه انا قلته if jumping بدنا ال jump animation. اذا ما انه jumping بدنا ال idle animation. yes. اوكي كمان فينا بس بتصور في is jumping function. خلينا نجرب is jumping. no is jumping providing force. من jumping من هاي jump. اوكي 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 لازم نحط كونديشن قبل شو اسمه اتس لا اللي بدي ثواني بالليفت حطيته نعم فينا نعمل هالشيء فينا نعمل هالشيء الكونستركشن سبريت اندر جراوند شو يعني اندر جراوند فيك تحط ايه على شوف شو بيصير عاده اوكي مثلا انت بيكون عندك وين اختفيت هاي اندر جراوند
اوكي غريب. يعني مش مشكله. اللي بيصير هو انه اذا عم مثلا البلاتفورم اللي احنا عليها اوكي وين هي وين هي وين حطينا اياها؟ بالماتيريالز او بالتكستشرز بالسبرايتس؟ لا صور التكستشرز. ايه نحن حطينا بروتوتايب تكستشر. اوكي سو بيسيكلي اللي بدك تعمله هو انه بالبلوبرنتس اوكي تخلق انيو بلوبرنت كلاس. اوكي فيك تعملها ان اكتر. ان اكتر از ان اوبجكت ذات كان بي بليسد اور سبوند ان ذا وورلد. حيلا اكتر كرييتد بتسميها بلاتفورم او لا سميها شو بدنا نسميها بلاتفورم عندنا بلاتفورم سميها جراوند. اوكي اوكي حيطلع لنا هالطابه ما في شيء. اوكي اللي بدك تعمله انه يو وانت تو اد ا كومبوننت. اوكي اند شو بدك تزيد ا بيبر سبرايت عليها. اوكي بتحط السبرايت تبعول الارض تبعيتك. بعد ما تحطها بتحط ا بوكس كوليجن. اوكي على هالبوكس كوليجن اذا يو جو تو ذا بروبرتيز تحت عندك شيء اسمه اون كومبوننت بيجن اوفرلاب. اوكي معناتها انه ايفنت كولد وين سمثينج ستارتس تو اوفرلاب وذ ذس كومبوننت. اوكي اذا بتكبس عليها بياخذك على الايفنت جراف تبعول هالبوكس. وهون بهاللوجيك بتقول له بالاكزكيوتبل بتقول له اذا البلاير ضرب بهيدا البوكس اعمل شيء. سو بيسيكلي صار في عندك شغله تتحكم بالكوليجن تبعول هيدي تبعيتك. اذا بدك اندر جراوند نفس اللوجيك بتحطها تحت وبتحط عليها ا بوكس كوليجن. اوكي ان يو تشيك اذا عم يضرب فيها الكاركتر. اوكي بهيدي هون البوكس كوليجن. نعم you'll find out that is a time if you centralize all your logic in one single blueprint it becomes very bloated. اوكي بتصير كبير كثير ومنك منك عارفان انه بتفوت على الايفنت جراف عندك 200,000 نود بيصير. اوكي احسن لك انك to compartmentalize all your logic. اوكي سو اذا عندك الجراوند حط اللوجيك بالجراوند. بدنا نشغل السويتش كذا هيك نحطها على السويتش نحطها على اكزاكتلي اكزاكتلي اكشن يصير على الكاركتر مشان هيك توصلهم ببعض بس ما بتحط اللوجيك على الكاركتر. مثل ما قلت السويتش مثلا اذا عندك سويتش بتطفي الضوء فيها ما بتحط اللوجيك بالكاركتر انه انا لما اكبس على شغله بالضوء. لا عندي السويتش لما تنكبس بتعمل شيء. عرفت كيف؟ فيك باللوجيك فيك تحدد مين عم يكبسها. عرفت كيف؟ هذا التايب تبعه كذا والتاب تبعه كذا حتى نعرف شو التايب تبع انه انمي ولا اوبجكت ولا ايه اكيد اكيد هلا حنفوت فيهم بعد شوي. اوكي ها alright that's a good discussion. اوكي سو خلينا نشوف هون نسيت شو هي. اوكي وين نعم بس بدي اعملها بالكنديشن حط لاست لوكيشن كارنت لوكيشن كومبير فيك بس نسيت اسم النود تبعت الكنديشن. اوكي احي ماشي هذا البوليان. اوكي سو نعم it's a condition let check to check to check for a condition. اوكي نعم ايه it's a condition سموها branch which is you know it makes sense بس انا مرات ما فيك فيك تشتغل C++. This is this graph is this blueprint is made for people who aren't very
who aren't coders, who aren't programmers. يعطينا الكود من هاي ولا لا؟ انا اللي بعرفه انه it gets converted into C++ بس مش on runtime. عارف كيف؟ بس all these اللي شايفهم مثلا الكمبير فلوت اوكي هذول كلهم كلاسز وميثودز that you can actually access لانه صار السورس كود all available. اذا بتفوت على جيت هاب في الريبوزيتوري هونيك you can download it and you can check everything out. Actually a lot of the components that you see here are custom made by the community. Okay? So Epic كل فترة بيجيهم a lot of contributions على جيت هاب اوكي وبنقوا الشغلات اللي كثير منيحة and they incorporate it into the engine. So a lot of the functionality that you see here is made by the community. And إذا أنتم بدكم كمان you can pull the repository and you can just start working. بس ما فينا نقول مثلا أعطينا هي الكود أعطينا الباك اند كود تبعها كيف؟ بلا فيك بلا إذا بتفوت if you compile your C++ code فيك تشوف كل شيء. اللي عم بيعملوا هدول النودز اللي عم بيعملوا البلوبرنت عم يعملوهم من C++. أيوه سوري جيت هاب إز جيت هاب ايه اللي قلتها جيت هاب نعم اوكي جيت هاب از ا ويب سايت فور بروجرامرز فور ديفلوبرز اتس ا ريبوزيتوري وير ذي كان انبوت ذير وين ذي كان بوت ذير كود ان او اتس ا سنترال ريبوزيتوري لا بروجكتس لا كود لكل شيء خاصه بالديفلوبمنت اوكي ايه والاي سي بتصور دقيقة pretty advanced. You can make entire games without writing a single line of code. So the blueprints are the yes. But you have to keep in mind that they're slower than writing native code. So mobile is going to be a problem. No, that's not much. It's getting better and better with each iteration. It's getting better and better. When you say slower, you mean the process of developing it is slower? No, it runs slower. Yes. ما هيدا اللي مجنني إنه أنا I researched into it. Apparently it's slower. بس ما بفهم ليه slower. لأنه the blueprints are supposed to be compiled in C++. Can I ask a question? Of course. Yeah. It's already EXE5 compiled. Okay. So, for example, if you have a for loop and then that does another if, it will not be translated into one code but multiple. So there's a transition between the virtual layer and the binary layer underneath. Into executables? Yes. So the more nodes you have, the more transition between the virtual layer and the binary layer, which means it doesn't compile it to code. It compiles it to executable. Plus, when you publish your game on Google Play, you have a single APK. Correct. Yeah. 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 It's a package. C++ to blueprints, you can incorporate C++ things that you need in C++ and blueprints, but not the other way around. Kiev? As I'm achieving blueprints, you can't use it inside C++. That's the other way you can. Okay. You make your stuff as another in C++ and you link the logic in blueprints. Okay. Alright. So how about the restart? Okay. Sorry about that. Hey. So basically, as you can see, you can write entire games without writing a single line of code. Okay? It doesn't mean that you shouldn't write code, but if you want to prototype, if you want to make... Hello. it's a coworker.
So if you want to half-life, if you want to quickly prototype something, if you want to build a quick level, it's certainly feasible within 2 hours. And so I was prototyping an endless runner game, and in about half an hour, I had the procedural map generated and the character running through it. And it's like it took me about, the entire process took me about 2 hours. Okay? Akid, without without the assets, the textures, materials, I actually made the gray. Naam? Some gray box. Gray box? Show here. No, not come to the assets, it's just pure. Ah, okay. Placeholders. Yeah, placeholders. Actually, I made it, the concept of the endless runner is a balconiera, I'm thinking it's nice. It's basically, the map is designed according to chess. And the character is a knight, peace. I think it's going to be a good one. I'll show you the blueprints. I'll show you the blueprints. But you would only use that for so then let's say you said, oh, this is a good game, you could actually go and recode the whole thing. Not the whole thing, no. No. And you can mix beautiful. Yes, you can create C++ classes. Okay. And I thought if you start with sequence, you're stuck with it. No, no. Okay. Firefox. Okay. بس ما أعرف إذا حيفتح ال endless runner لأنه it was made on a very very old بس إنه it was like 4.4 I think هلا نشوف نعم نعم إيه مزبوط Actually, I use Unreal to make architectural representations. مش games. حفاجيكم كمان دمو زبطكم. Basically, what I'm trying to do is to use the engine as a virtual reality asset. Basically, interiors is a مثلا malls بدون شيء navigation يقدروا yeah. Okay. Can that be a paper tutorial? Yes. Yep. Store. Okay. Let's see if I have a. Okay. مثلا خلينا نشوف وين هو هذا وين هو. I think it's the our platformer or runner. Yeah, sure. That's not it. Down. Oh, copy. Huh. وكمان it's modeled from a tutorial which you can access. بده بعد يطول كثير الريكفري؟ Which is what I did. Let's see. نعم؟ ثواني. It's responding. Yes. Okay. So basically, what I'm saying here is that I have characters in front of me. If I hit them, I die. Okay. And the character responds. And notice that the map is procedurally generated. It's generating in front of our eyes. Okay. So there's nothing set. What I'm saying is that every time I hit one in front of me, I'm creating 10 steps ahead another tile. Okay,
هفرجيكم شوي ال It's creating the world on the fly or you've got the map already? It's creating the tiles on the fly. It's creating the tiles. It's already generated the map that it wants to call. الماب, the, yeah, no, اللي شايفه هون, that's already there. عرفت كيف؟ بس everything that's, that you're running on and the enemies and the coins that you're collecting, عرفت كيف؟ are procedurally generated. Okay? لأنه if you're going to create an endless runner, you're not going to create a very, a humongous map. عرفت كيف؟ Everything has to be generated as you go. Okay? And basically بالبلوبرينتس. Okay? مثلا اللي كنت عم تقول لي عنه, مثلا this is an example. Okay? عندي هون a platform. Okay? هيدي بتنخلق مثلا. Okay? وهون عندي a box. وحاطط عليها حسكر هيدي. ماشي. وعليه حاطط an on component begin overlap. Okay? So basically لما يضرب الكاركتر بهالشيء, okay? حطوا cast to run character واللي هو الكاركتر اللي تبعولي, اوكي, وما ما حفوت لكم كثير بالديتيلز, بس بيسكلي اللي عم بيصير انه اتسيف اسمه مثلا هون add floor tile. اوكي, عندي function اسمها add floor tile and this is responsible هون, this function is responsible for creating tiles. اوكي, بس it doesn't just create tiles, it create tiles randomly. اوكي, لانه اذا بتلاحظوا سوري وين انا اوكي اذا بتلاحظوا ما لنا نفس الماب اللي عم تنخلق كل مره. اوكي, هلا اذا برجع بعيد it's completely different. اوكي, اللي عم بيصير هون هو so basically add floor tile بتبلش هون الفانكشن. اوكي, بروح على branch and this is checking for a condition. An integer is a number. Okay? ما بدي فت لك كثير بالديتيلز لانه في ناس ما حيضيعوا كليا. بس what's happening is that it's randomly generating tiles. عندي three types of tiles. عندي left tiles, right tiles, و up tiles. Okay? بعدين بتصور زدت down tiles. Okay? So لما امشي اوكي, لما اضرب بالشغله 10 تايلز هاد بتخلق لي اتايل, وحسب بتخلق اتايل حسب راندوم نمبر. اوكي, سو اذا النمبر بين شيء وشيء بتخلق لافت, اذا النمبر بين شيء وشيء بتخلق رايت. اوكي, وكل خمسه او سته رايت كل خمسه وسته رايت بتخلق لي طلعه او نزله. اوكي, وبيسكلي اللي عم جيب الراندوم فاليوز في راندوم نود بتطلع لي it generates random values and I feed it into my controller. Okay? نعم. ثواني بس. بتمحي شيء وراي؟ محي شيء وراي؟ لا. مش معقول مثلا تصير خطة؟ خلينا نذكر إذا بمحي شيء وراي. سؤال ثاني, إذا مثلا طلع لك ثلاثة يمين مش معقول ترجع تفوت لك؟ بالضبط, مشان هيك you have to prototype. صارت معي كثير بهالشيء. مشان هيك الفاليوز بين الراندمنس شوي كبار. عارف كيف؟ يعني اذا انا هلا بحطها اوكي ليتس ميك ديمونستريشن كول سو اذا بيجي وبحط مثلا بالراندم بدل 4 1 اوكي وبدل 3 كمان 1 كومبايل اند سيف اتس انذر انتجر كل عدد ستريت تايلز تخلق الافت. اوكي, سو لما تصير اكبر منه انا كاونتينج ذا تايلز عم كبرهم. اوكي, سو انا ضاعت كليا هون. اوكي, ديد اي كومبايل؟ اي دونت ثينك اي كومبايلد. Ah, okay, now I'm on the wrong one, sorry. Play. Okay, how do I be doing the walls? Which should be this one, I think. As a zekir mnih. Cast a character set. It's not this one. Ramp up, ramp. I think it's this.
not. No, this is not. Okay. Function zone tabule. Get some instruction scripts. Where is it? Okay. Add floor tile. Okay. So as a visual on one after that. What? Is it working on this one? Okay, I'm sucker. نشوف بتصور صار التايتل. لاحظوا انه قبل كانوا اوكي ارجع على الايفنت جراف على فور تايل. هي مثلا حط خمسه هون. اوكي حط خمسه كومبايل سيف. اوكي لاحظوا صاروا اطول بكثير. قبل الكورنر صاروا كانوا كثير قريبين على بعض. It's a random value, so أمرار بتطلع. Let me make it even more extreme. Okay. What is this? Okay. Yes, then a certain value. ولاحظ هون, I'm adding a counter لل straight tiles. So on each iteration, نعم. You have access to every variable or will it come a special variable? أحن ال variables هون. طبعوا لي. Just a regular variable to put them in. Yep, and I custom make them exactly. Yes. نعم. في احتمال بس بيقل كتير. This is the nature of randomly generated maps. نعم. You would put more conditions. You would put more constraints. No. تخلق أنت هالشي, and then you would put more constraints in. بتصير في عندك condition تانية بتقول إنه إذا شغلتين كتير قريبين على بعض, stop it. اعمل شغلة تانية. Okay. Okay. بتصور. Yep. صارت a bit more extreme. لاحظوا ما عاد في عندي سحبات كتير طويلة. اوكي صاروا كتير قريبين على بعض. And it somehow makes it a bit harder لأنه عم بدك كتير بسرعة تعمل. And بالcharacter controller تبعولي I have the same thing character controller. في إجي وين هو max acceleration I think 30,000 compile and save. Okay, play. اوكي لاحظوا السريع. اوكي بس بده هذا الاكسلريشن سو بده شويه وقت ليبلش. اوكي نشوف. سبيد خلينا نحطه مثلا 4000. اوكي كومبايل اكثر باي. اوكي هلا صارت بلاوي زرقاء. اوكي اوكي سو اتس اند اي ديد اول ذس ان اباوت 2 اورز. اوكي ان اباوت 2 3 اورز ما بعرف قد ايه. اند اتس ا جريت تول فور يو تو بروتوتايب سمثينج. ذس از نوت برودكشن ريدي بس اتس ا جريت واي تو جيت ا فيل اوف وات يور جيم از جوينج تو لوك لايك اوف وات اتس جوينج تو بي. اوكي وهذا الكاركتر اللي عملته اتس ستاتيك اتس 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 سكيلتال ماش بتعملوها ب ب ب 3 دي اس ماكس باي برودكشن ستوديو بتحطوها اند اتس بلو برنت. سو اذا بيجي على الكومبوننتس تبعوله بفتش عندي هالماش. وير از ات سكيلتال ماش. اوكي اند اتس تيكينج ذس سكيلتال ماش. اوكي شايفينه. اوكي سو بيجي بخلق منه بحطه بخلق منه بلو برنت. وين هي بخلق منها بلو برنت انا اي ادت از ا كومبوننت وبحطها هون. اوكي
وفي يغير له حتى الماتيريال بال شو اسمه ماي سوري انا ضايع كثير هون لانه في عندي مليون شغله فاتحه. انا اشوف اذا في يغير له شيء. شو في يحط سموك ما عارف اذا هلا ريد يعني شوف كمبايل انسايد اوكي تغير شوي لون صار في اوكي. خلينا نرجع للي كنا عليه. سوري بس انه حبيت فرجيكم شغلات مش لانه نارسيسست بس انه بدي فرجيكم شو فيكم تعملوا بالهيدا. اوكي don't save was this our level close close اوكي ماشي هرجع بلش. بتصور لازم نمشي بعد شوي لو ما عشانا كتير وقت. اوكي في شي سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ حدا عنده شي؟ او نعم؟ نعم يا مصطفى ولا شي؟ اوكي سو اخر شي كنا بنسيف. اوكي طيب خلينا نرجع نحط الايدل اللي مثل ما كانت. خلينا نخلص البلاتفورم ونرجع نجي على الجامبينج. اوكي سو اخر شي كان عنا اياه هون بالايكولز ايكولز سيت فليب بوك سبرايت و ايدل. اوكي كومبايل سيف نعم ايه شلو هلا بنرجع بنفوت عليها بعدين. اوكي سو بلاي اوكي ماشي الحال. اوكي كثير منيح لانه ما عندنا كثير وقت حرجع دغري فوت بالبلاتفورم. اوكي سو بيسيكلي بدنا بلاتفورم. اوكي تطلع وتنزل. اوكي سو اول شيء بنعمله بنخلق على بلو برينت كلاس. اوكي و اتس جوينج تو بي ان اكتر حتكون فاضيه. اوكي كلكم معي؟ اوكي وسموها ليفت. اوكي سو اكتر ليفت سموها ليفت. حفوت على الليفت. اوكي اول شيء بتعملوه اد ا كومبوننت. بصوا على الديفولت سين روت اد كومبوننت. اوكي بيبر فليب بوك او لا بيبر سبرايت سوري بيبر سبرايت سموها بلاتفورم. نعم اوكي بيسيكلي رايت كليك كرييت بلو برينت كلاس. اوكي اكتر اوكي سموه ليفت. فوتوا عليه فوتوا على الفيو بورت بعد الديفولت سين روت هذا كومبوننت. فتشوا على بيبر بيبر سبرايت. اوكي وبالبيبر سبرايت حطوا البلاتفورم اللي عملناها من اول مره. رجاء نحن ما عم عشان كثير وقت هيك امتى بدنا نفل انا بدنا نمشي cool. اوكي كثير منيح سو بيسيكلي صار في عندنا البلاتفورم. لازم يكون عندنا البلاتفورم على هيدي البلو برينت. سو اذا بنرجع بنجي على بنفوت على البلو برينت فولدر وبنحط الليفت لازم تلاقوا الليفت. اوكي انسوا هذا الفينش. اوكي سو حطوها بالليفل اللي عندكم. اوكي اوكي سو وات دو اي نيد ذس بلاتفورم تو دو. اي نيد ذس بلاتفورم تو موف وين اي ستارت ماي ليفل. مثل بماريو مثلا بيكون في بلاتفورمز عم يطلعوا وينزلوا. اوكي سو اي نيد ذس تو هابن اند ذس از وير ذا كونستراكشن سكريبت كمز ان. اوكي الكونستراكشن سكريبت اكتيفيتس وين ذا ليفل لودز when it starts, when you start playing, okay? As opposed to requiring an event, event graph, which is why it's called the event graph, okay? So, مفوت على construction script, okay? حفصل لكم شوي شو عم بيصير هون, okay? The construction script لازم يكون عندكم هالشي, أول شي, كلنا عندنا هالشي, okay? So, منه ببلش كل شي, okay? So what am I going to do? I wanted to I wanted our sheet to spawn in my level.
اوكي سو اي نيد تو سيت ا ريليتيف لوكيشن سو بيجي وبحط سيت ريليتيف لوكيشن سيت ريليتيف لوكيشن which is the platform انتبهوا انه لازم تكون البلاتفورم اوكي نعم انت حطيته اكيد on set اكيد اوكي ماشي so التارجت هو البلاتفورم تبعوله basically اوكي بدي احطه on a new location اوكي so select vector branch out من a new location a select vector what is a select vector a vector is a position in 3D space okay so إذا بتلاحظوا هون which in this case it's 2D space 3D space okay عنا x y and z okay إذا نخلق variables أول شيء okay okay so okay ماشي so انا هوني I'm setting a relative location okay I needed to spawn somewhere in my map. قبل كنا عم نستعمل start player location, a start player node, a start player actor اللي هو هون لحتى نخلق الكاركتر. بس هلا we need to spawn the platform in the map, somewhere in the map. Okay? So and we're going to do that with the set relative location node. And the set relative location node takes a new location. And this new location we branch out from it and we select a vector. A vector is a representation of 3D space. And this is where we're going to tell tell it where we're going to spawn the actor. Okay? من هون من a new location, branch out and search for select vector. Okay? Chomba من هون. Okay. وتأكدوا إنه it's in vector, مش utilities. Okay. Okay. وهلا حنفوت شوي بمبدأ ال variables. Okay. نعم. Okay. So نعم. الاسم أي وحدة. الزرقاء set relative location. اوكي هلا حنفوت شوي بمبدا الفاريبلز اوكي وات ار فاريبلز في حدا يفسر لي فاريبلز وات ار فاريبلز يس اكزاكتلي ذير كونتينرز اوف انفورميشن اوكي ان كلاسيكال بروجرامينج في يكونوا حسب اللانجوج اكيد انت سترينجز كاركترز هون يو هاف ماني ديفرنت فاريبل ماني ديفرنت فاريبل تايبس So, إذا منيجي لهون على هيدي السكشن في عنا محل اسمه variables لما when you hover over it بيطلع لكم هالشيء click on it okay it's going to create a new variable for you and it's color coded everything over, almost everything in Unreal and Blueprint is color coded okay so هيدي حنسميها بدنا محل يبلش فيه البلاتفورم محل ينتهي فيه البلاتفورم نعم يس initial location end location it's a good name okay so خلينا نسميها هيدي end location I usually use camel case names naming okay what camel case is that اول كلمه من الفاريبل بتبلش lower case ثاني كلمه upper case اول حرف فيها okay لا مش ضروري بس it's a naming convention هيك بتعرف دغري اول ما تطلعوا بشغله بتعرف انه it's a variable اوكي okay. classes مثلا ببلشوا دائما
كابيتال بكابيتال اذا فيها كلمتين مثلا عارف كيف مثلا عندك كلاس اسمها كاركتر كنترولر اوكي كاركتر السي بتبلش كابيتال والسي الثاني كمان بتبلش كابيتال نعم conventions ah okay they did okay that's cool no they don't I'm not going to adopt their convention I'm going to work with something that I feel comfortable with okay so اذا بنجي على البروبرتيز تبعوا للفاريبل اوكي اسمه هون مبين اند لوكيشن كثير منيح اسمه بس ما بدي اياها بوليان لانه هون هاي اذا بتلاحظوا بالسلكت فيكتور اتس يلو So بتاخد a variable that's yellow. Okay? So إذا أنا بجي بمسك هالفاريبل وبحطها هون ولاحظوا لما when I move it, when I click and when I drag it into my my construction script حتعطيني a prompt. Either get or set. Set is when I want to set a variable and get is when I want to retrieve the information from the variable. Okay? So هون I want to retrieve information from the variable. Okay? ولاحظوا and it's red. So إذا بجي And I want to plug it in هون حتقلي boolean is not compatible with vector okay so ما حيمشي الحال خلينا نمحيها للget so برجع بيجي على end location ولاحظوا عندي شيء اسمه variable type so إذا بيجي and I parse through this عندي boolean byte integer float name string text vector عندي vector so خلينا نغيرها لvector لاحظوا تغير لونه okay very good الشغلة الثانية editable This means انه it becomes editable هون. So لما اجي و when I select the platform حتلاحظوا انه في غير properties بالplatform هون. Okay? و tool tip مثلا a description of what the variable does. And location of platform. Okay? كتير منيح. ولاحظوا كمان sorry شغلة ما قلت لكم عنها. Okay? حاشيل هالشي لاحظوا انه لما احط اديتبل هالشي ببين فيزبل ولما احط تول تيب بتصير خضراء اوكي انه عم بيقولوا لكم انه يلو از جود جرين از ايفن بيتر انه اتس ا جود كونفنشن فور يو تو وين يو كرييت فاريبلز حطوا تول تيب عليهم ديسكرايب وات وات دي دو لانه فور اني ريزونبلي سايزد جيمز يو جوينج تو هاف ا بلاثرا اوف فاريبلز اوكي يو جوينج تو هاف ا لوت اوف فاريبلز اند حتضيعوا أمرار النيم تبعو الفاريبل it's not going to convey what it does عارف كيف دغري so add a tooltip and location of variable good نعم platform كثير منيح اوكي so صار عندي هالشي أصفر great so إذا بيجي get وانا هذا بدي احطه بالاي اوكي كثير منيح so this is the end location اوكي test end position حطه اوكي طيب ماشي so اللي بدنا نعمله هلا هون كمان انه في عندي هالشيء pick a which is a boolean is a variable that has one or zero it's either true or false okay So إذا بيجي وبخلق another variable بسميها شو بدي سميها this pick A حتخلينا نعمل testing للplatform تبعولنا وين حتكون so خلينا نسميها test location okay وبدي اجي لهون وحطها boolean and editable وهلأ حاترك tooltip ما كتير بهتم فيهم so إذا بيجي get and pick A Okay, I think we're done. Are we? Yep. Okay. بس هلا ما حدا تحرك البلاتفورم ما عندي شيء animations عليها ما عندي timeline عليها بس what's going to happen is إذا مسكت البلاتفورم تبعولي وحطيتها okay yep. هول compile and save and this is the process that we just did okay لاحظوا إنه عندي البلاتفورم نعم الواي زيرو كمان ولا الواي زيرو؟ بلا اكيد ك
كل شيء interactive within your map لازم يكون on the same axis. Okay? So لاحظوا انه اسمه فنش كأنه it's not taking the Swift. ما طلع على الخط الأورانج. نعم. الخط الأورانج طلع. آه. Where? هلا شوف فوت على الليفت. لا شو؟ إيه يلا جرب. It's trolling us. Okay. Sorry. كمان حاطت أنا ال animation zone حشيلهم لحتى ما يتحرك. Okay. نعم. Alt click. Okay. So if I play, why is it still moving? File and save. كنت هلا عم تتحرك هيدي على فكرة. نعم. على عيون؟ اوكي. هلا عم نشوف. اوكي. سو اللي حطيناها البوليان لاحظوا انه عندي اياها هون. تست اند بوزيشن صارت. سو اذا بدي اشوف وين بتصير البلاتفورم اي جست كليك ات. نعم غير. نعم هون test and position and location pick A it's supposed to be on 000 و نشوف اوكي عم تطلع بس نعم لا ما في برانشون نعم no, can't ماشي ما بدأ برانش it's just a simple check it's supposed to work here but it's trolling me right now no it's supposed to change positions with position Okay. In any case, sorry about that. Okay. So, اللي حنعمله هلا هو انه have this. Okay. انا شيء. Okay. So هلا we're going to move our lift. بالevent graph لازم يكون. Okay. What we're going to do is we're going to create two custom events. Okay. We're going to create two custom events. حنفوت على event graph. منروح على منفتش على custom event. Okay. لاحظوا بالadd event عندي add custom event. Okay. وهون Okay. It's a way for me to make as it says custom event. Okay. سموا له هالشيء it's going to be lift up. I already have one, something called lift up. حسميها platform up. Okay. وعندي شيء اسمه platform down. Okay. أشيله على جنب. Okay. حطهم حط بعض. Okay. Now, إذا ذاكرين بالبرزنتيشن كل ما بدنا نعمل animation بدنا نزيد a timeline, which is this something that controls how your animations work. Okay? Which is called. Okay.
Yes. Okay. Timeline. So search for timeline. Sorry, في كتير معلومات عم جرب اتذكرها. واخر مرة حطيت نوتس ضعت كليا. So هذا احسن لالي. Okay. So لازم تفتشوا على timeline. Okay. و add timeline. Okay. وسموا platform timeline. كتير منيح. Okay. So if I double click on this, okay, there you see, okay. How did you click on this? Double click. One, machine. Boop. Okay. Okay. And let me. Machine. Fix تعمل curve. That's about that. Okay. So, okay. What I'm going to do is I'm going to click on add float track. Okay. حيطلع لي هيك شيء. And I'm going to shift click two times. One time and two times. حيزيد لي two keyframes. بمسك اول keyframe على التايم بحطها zero وعلى الفاليو بتاكد انه بحطها zero. Okay. كثير منيح لازم نبين هون. والثانية تايم بحطها one والفاليو بحطها 1. اللي عم بقول له هلا انه I want my animation to last 1 second والفاليو تبعولها تكون 1. الفاليو هيدي it's how your animation is going to go. اوكي؟ هلا حنشوف شو يعني. نعم؟ Yes. Use last keyframe. Exactly. You need to check that. اوكي؟ لوب ما بدنا لوب. فينا نعمل لوب بس احسن It's better that we handle the looping logic within our events. Okay? So, nesiana shi hon, compile, save. Yeah, we should be good to go. Okay? So. Okay. Kteer mnih. Shuf hon, delay. Okay. Okay. Hafassalkun ya dghri min am bisir hon. Okay? So, awwal wahda لاحظوا انه I have an update finished direction and driver. What I want to happen is I want for my lift to go up on play. Okay? So باخذ هالexecutable and play and go down بدي اياها لاحظوا انه في عندي reverse. So I want my platform to go up. I want my platform event go up يعمل play للانيميشن اوكي والداون يعمل ريفرس للانيميشن سو حينزل لتحت اوكي سو لما يعمل play ويطلع لفوق على شو اسمه على الفينش تبعوله اوكي اتس جوينج تو انيشيت ذس فينيشد اكزيكيوتابل اوكي وبدي اياه لما يوصل لفوق يعمل delay ويرجع ينزل سو وات اي كان دو از I can branch out and search for a delay node. And I should find something of the sort. Okay? I'm going to delete that and it's here. Okay? So, a delay node is around, لازم تكون هيك. Okay? It takes a duration. You need to precise a duration for it. Okay? And I'm going to create a variable كمان last sheet. Just to get used to the fact that we're creating variables. So I'm going to create a variable, حسميها delay duration. Okay. It's going to be a float, لأنه seconds. Okay, 5.6, 4.6, yes. Can I suggest something? Sure. If you let the duration. نعم. The point next to the duration. No. هون. No, the connector. هيدا. And promote the variable. Yes. Okay. Yes, that's a good point. That's a good point. بس لأنه هون it's clearer شو عم بيصير. Okay. بس yeah, that's a good point. So if I right click here, if I right click on the pin, okay, بيطلع لي شغلة اسمها promote the variable. Okay. And أحسن إنه بدل ما إجي أعمل variable وإجي غير لل type تبعوله دغري أول ما إذا
اذا اذا الديوريشن نوع فلوت اوكي واعمل بروموت فاريبل اتس اوتوماتيكلي جوينج تو كرييت ا فلوت فاريبل فور مي. لاحظين اتس جرين اوكي وسموها اوكي شو سميناها ديلي ديوريشن اوكي بتصور عندي هاي ارجع محيها اوكي بروموت فاريبل محيتها وين عامل بولين؟ هاي؟ انا حطيتها بال ما حطيتها اي سوري انا غبي اوكي اوكي هذا محيه هون اوكي كثير منيح سو هذه لازم تاخد فاليو وإني أنا اوكي بنعملها اتبل ولا لا ماشي اوكي و اتبل ما عملها اتبل اوكي شو عم بعمل اوكي ماشي طيب الديلي ديليش ما تحط له فاليو؟ لا ما فتش عليه اوكي لانه اوكي سو اذا بتحطوه اديتبل اوكي compile and save لازم نلاقي stop delay اوكي لما نكبس على البلاتفورم تبعولنا ومن هون فينا نحط في شيء كثير غريب عم يصير لانه it's not updating my variables لانه لاحظوا stop delay عم بيكون القديم let me close everything down and restart لانه it's taking my old files عم جرب اخلقهم عن جديد اوكي إذا بدكم تحطوا الفاليو كمان فيكم تحطوها من هون بالديفولت فاليو لما تكبسوا على الديلي دوريشن كومبايل اند سيف اتس نوت ابديتنج واصلين بس ما هي اتس سبوست لما تحطها اديتبل اتس سبوست تو ريفلكت ذا تشينج نعم شو جربت شوف نوب ها اتس اود اوكي نعم ايه ثواني وين عم تشوف فيها travel time yes duration so اذا بيجي should work صار في عندي مليون شغلة اوكي محي هاي play اوكي هون طلعت لفوق So
اذا بحط simulate build option play options simulate اوكي تطلع All right, moving on. So, في حط هون delay duration, حطه 1 second, delay. So, لما تطلع لفوق بتخلص, بتنطر 1 second, بترجع بتعمل reverse. Okay? Direction, okay. So, on platform down, reverse. Okay. طيب. Okay. So, لما تخلص الديلي it needs to go back down. Okay? So, اللي لازم نعمله هو انه بدنا نزيد هالنود. Okay? And this is a switcher. Okay? Sorry, can we leave this default mode? نعم. Where? Defaults that come grayed out. Oh, they need to stay there. فيك خليهم ما لنا مشكلة. ما لنا مشكلة. بس انه فيك محيهم فيك ترجع تزيدهم بالإيفنت بلاي. So yeah. It's not like it needs them to No. They're disabled anyway. All right. How did it look? Yeah. Okay. طيب. اللي بدنا نعمله هو انه we need to put a switch. Okay? لما تخلص لما تطلع على البلاتفورم لفوق it needs to switch. It needs to switch between events. So لما يكون الايفنت event up بيخلص switch event down. So, إذا بتفتشوا اوكي هذا بالتحديد شو اسمه switch on ET ET اوكي it's basically this okay It's a bit bigger لأنه زايدين عليه كم شغلة هلا بكون شو هني okay so forward لما تخلص I need to reference this node which is my event okay so منا اللي شو سميناها تحديدا نحنا platform up platform down exactly so there we go from down backwards platform up okay كثير منيح okay نتأكد yep exactly okay so حشيل yep حشيل هالشيء I'm going to disconnect these okay and I'm going to disconnect this okay yes هون it precises a direction okay وهون حسب التايم لاين حسب هون بدك حتعطيه دايركشن هلا بفسر لكم شو هي اوكي نعم نعم مثلا ليفت اب ليفت داون اوكي كامل كيس هون هو طبيعي يسميهم هيك ذاتس ويرد قولي it's not هودي بتكون referencing نشوف it's the only left call function it's supposed to be this yes as well or otherwise left down left up no it's an event it's a function doesn't mean it's yeah okay I'm gonna try it either way we're going to test okay so with direction just plug it into a direction home Okay. So I think. شوف yes. Okay. Okay. هلا. وصلنا على الفن. ما تنسوا. الفينيشت needs to go على switch. Okay. So when it's finished. Sorry. Add delay, exactly. So, put the delay.
اوكي وين الديليجريشن جت وصلها حطوها completed there okay okay save compile save okay على الابديت اوكي هلا هيدي مانا واصلة اعتبروها مانا واصلة الدرايفر مانا واصل اوكي هلا we actually need to switch between what we need to do is switch between the animations and we do that by adding a lerp node which is an interpolation between two states okay two vectors is about to come. So what we're going to do is min update okay we're going to branch out and create a set relative location I think it's platform yes okay لازم يطلع لكم هيك شيء اوكي set relative location اوكي لانه نحن عم نغير اللوكيشن تبعوله اوكي يس ومن اللوكيشن we're going to lerp لازم يطلع لكم vector lerp اوكي اوكي وبالبي اوكي بدنا الاند لوكيشن So عنا ال end location variable منحطها get and نوصله اوكي حازي حولي على جنب اوكي والدرايفر حطوه بالالفا هون اوكي مين بيعرف شو هو هيدا الدرايفر مين عنده فكرة شو هو شو بيعمل لانه ايه فيكن تعرفوا عن current value هون اوكي ناس الشيء انا اوكي compile and save خلينا نشوف شو حيطلع لكم results انا عندي مخبصة كليا مين ماشي عنده new track سواني he renamed the variable at the time we didn't Did you add the platform? Yeah, it's there and it has an end location. I didn't compile. Yeah, this compile. Start. بس ليه ما عم تبين حتى ال platform؟ اه it's no it's it's the عن وراء شو؟ مش عاملها save. Yeah, made copies of it. I think these are, no, I think this is just a sprite, Hatto. These are just a sprite, that's the only one that's an actual... Yes, just a sec. Okay. Uh-huh. Okay. Just stuck in it. Okay. تصور الناس الشيء. تصور الناس الشيء. Okay. Go to end position. Okay. أنا عندي مخبصة كثير. أنا صورت. Okay. انا اشوف انا شنو this work so but it might be related to can you sorry go back to the انت عندك driver we don't we have new track zero and if you go to the timeline new track zero isn't actually pointed to anything unless هيدا هو انت سميته بس driver او في variable like that no just that suck اوكي شوف درايفر عمال ناس هذا اذا بتسميها اذا بتفوت على التايم لاين فيك تغير اسمها هون Oh God, sorry. We didn't do any event. It's okay. I forgot a very important thing. It's not very important, but it was part of what I wanted to do, but I forgot about it. Okay. So another thing with variables is that you can put them in categories so that you can organize them. Okay. So إذا بتلاحظوا عندي شيء اسمه هون platform controls.
اوكي ما عندك ايه ما عندكم ايه اي اوكي سو بيسيكلي عم تخلقوا فاريبلز كثير يو نيد تو اورجنايز ذم هدول كل الفاريبلز خاصهم بالبلاتفورم سو بدكم تسموه تحطوهم بكاتيجوري اوكي سو اذا بتجوا سموهم شيء اوكي انا عندي اسمه هون بلاتفورم كنترولز حسميه مثلا ليفت كنترولز اوكي ولاحظوا بينحطوا بقلب فولدر لهم اوكي صار اسمهم ليفت كنترول صار محدد بليفت كنترولز واذا بيجي لهيدي كمان بحطها لازم تكون عندي صارت يب صار عندي كاتيجوري ليفت كنترولز اوكي وكمان كاتيجوري ليفت كنترولز جريت اوكي هيدي فينيش ترافل تايم delay duration اوكي كومبايل اند سيف اوكي حطينا الترافل تايم ما حطينا الترافل تايم مظبوط اوكي سو بيسيكلي اوكي نعم شو هن هون هاي it depends on where you put it come on yeah so when it take can he own it it's 000 yes it's going to take it from the actual location of the ignore the zeros and take from that so اذا حطيتها هون محل ما كانت لان اذا ذاكر كان عندي اوكي هون is this test in position نشوف اوكي اي ثينك هذا عم بيعمل اوكي yeah it's showing us I'm telling you اوكي so basically لازم تطلع وتنزل على التست لوكيشن بس انا خبصت كليا I'm very sorry about that ضيعت I mixed up the variables مع بعض اوكي بس it's supposed to work it's supposed to go up and down بتصور لازم نخلص لانه لازم نمشي بس basically بتصور حنعمل workshop تاني we're going to expand on that and we're going to build on it and okay huh it's supposed to work yes it's supposed to work حطينا كل شيء معظم الشغلات yes بس في بعض ال بعد في ال travel time I think yes فيك تبلش تحكي حاول ظبط كم شغله بس she doesn't know about the oh, event. Yeah, like, yes. You wanted to get outside, right? No. Okay. Yeah, I'm on the Game Cooks Barbecue, the grocery. It's a monthly thing, the whole game community is up. Do you want to go? Yes, it's right now. Oh, okay. All right. How about other activities just before you go? Yeah, I'm on the panel and the meetup, the agenda of STEM. They have more people, more time to promote it. We'll have an additional speaker as well. And Unity workshops coming up. First, Mahathir Farah, and then with Jane, who seems to have disappeared. When I think bathroom. Hopefully, we'll have more array workshops tomorrow. Hamad, you have you like a page on Facebook? Like a page? Yeah, that's it today. Or the speaking back today. Are we asking show up on it? Okay, like our pages, we'll keep up. Any questions? How many people are registered? Please, just, small that we want to keep track of who made it through to the whole workshop. Zephyr, Muhammad, Zephyr,
Everything that's covered in this workshop is available on the Unreal Engine YouTube channel. So if you search for platform, or our channel, you can find it. Yeah, 1 minute. If there are any questions available to answer, I'm sure there's a few questions on the workshop. I'm sorry about the mess up اخر شيء. بس انا ما كثير كان عندي وقت احضر لهالشيء. لاخر اخر سيشن. I don't think it was mess up. It was انا ما حسيت بشيء. تمام اوكي. No, it was mess up. اخر شيء. في حدا فزع على الناس؟ فزع عليهم بنضربه يعني. بس انا بروفيشنال. نعم no, I mean, come on, it's your time. It's race is on. God. Okay, but so اوكي نسيت شغله مهمه كثير اوكي شباب حدا بس شوي اخر 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 شغله اخر شغله بالاند لوكيشن لازم نحط فاليو للاند لوكيشن اوكي اوكي سو بالاند لوكيشن بالزد على الزد حطوا وات ايفر يو وانت اوكي وفيكم اذا بتحطوها اديتبل بتتغير بالماب سو هلا بيسكلي بلاي It goes on. Okay?